ترك الصلاة لا يفعله المؤمنون أبدا، لأنهم لا يجدون شيئا أحب إليهم من الله تعالى لينشغلوا به عن صلاته. هل يوجد شيء أحب إليك من الله لكي تترك لقاء الله من أجله؟ طبعا لا يوجد. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أي والله يحبونه، فلا ينشغلون عن الصلاة ولا ينشغلون أثناء الصلاة، بل قلوبهم طوال الصلاة تسبح في ذكر محبوبهم وإلههم الوحيد، يحبون قراءة كلامه ويحبون أن يعظموه في الركوع، يفرحون عندما يكلمونه في السجود. ليس تلفظ باللسان فقط هكذا بلا مشاعر، لا، بل القلب صادق في تلك المحبة. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فالذي يدعي محبة الله ولا يطيعه ولا يصلي له يستحيل أن يكون صادقا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ستجد فرقا كبيرا في صلاتك إذا دخلتها وأنت تستحضر مدى حبك لهذا الإله الودود الرحيم الذي تقف بين يديه.